عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة. إن شاء الله وصفتنا اليوم فهي عبارة عن Eggplant Parmesan، فهو وصفة إيطالية. واللي غنحتاج في الأول في هذه الوصفة هو الباذنجان، breadcrumb، دقيق، بيض، جبنة البارمجان. وبالنسبة للتوابل أنا غنمر لها وأنا تنضيف فيها. والآن دوزو للطريقات التحضير. يا بسم الله. والآن نبدأ. أول شيء نبدأ بالباذنجان. نحاول نشيل كذلك نحاول نقطع الباذنجان على شكل دوائر، يعني تكون متعدلة. والآن بعد ما خلصت الباذنجان بالتقطيع نحاول نتفلو، نضع عليه ملح، يعني نحاول نحقه من الملح. كذلك فلفل أسود، وغادي نضعه جانبا. والآن غنمروا للدقيق والبريد كرام والبيض. بالنسبة للبريد كرام أنا سوف أضيف جبنة البارمجان. بالنسبة للدقيق أضيف قليل من الملح، كذلك قليل من الفلفل الأسود، قليل من الثوم بودرة، ثم أخلط الدقيق مع التوابل، كذلك البريدكرام مع الجبنة. ثم أأتي بصينية للفرن، أنا فرشت فيها ورق للفرن، فهذا سهل علينا الباذنجان ما يلتصقش في الصينية. ثم أوضع قليل من زيت الزيتون، ثم نمر للباذنجان. نوضعه في الدقيق الأول، ثم في البيض، ثم في البريد كرام مع الجبنة. ونضع في صينية الفرن في الدقيق، ثم في البيض، ثم البريد كرام.
صينيه الفرن. وهكذا أستمر حتى نخلص كل البدنجان. والآن بعد ما خلصتهم سنأخذ قليل من زيت الزيتون وتنحاول يعني نوضع من فوق قليلا يعني ماشي كتير بهالطريقة. الآن ما بقى لي إلا نوضعهم في الفرن. أنا سبق لي وحطيت الفرن على 425 درجة الحرارة، ومن طبيعة الحال أنتم تتخذوا بالكم منهم، يعني لما تشوفهم أطهوا أو خاضوا اللون من تحت تتقلبوهم على جانب الثاني، وبعد ما نطلعهم من الفرن غدا نتلقى معكم. والآن بعد ما طلعتهم من الفرن أنا كذلك أحتاج لجبنة موتزاريلا، أحتاج لصلصة الطماطم أنا حضرتها من قبل، والآن هذا يعني نضيف صلصة الطماطم. أضيف عليه الجبن والآن ما بقى لي إلا نوضعه في الفرن لكي يذوب الجبن ونتلقى معكم. والآن أنا نحضر الإيطاليان روز للساندويتش، كذلك أنا أحتاج لزيت زيتون. جبنة البارميزان. نحاول نوضع قليلا على الله. وكذلك سوف أوضع الخبز في الفرن. وهذا هو eggplant parmesan بعد ما طلع من الفرن، يعني بقى لي الآن إلا نقدمه في طبق. وهذا هو الروز تاعنا اللي انا وضعته فيه زيت الزيتون وجبنة البارميزان. نحطو واحدة على جنب. كذلك انا حضرت مع السلطة.
وهذا هو ايغ بلان بارميزان بعد ما خلصته، شكله جميل ومذاقه ايضا. تنتمنى انه يعجبكم ويلد على خاطركم، ونكون انا خفيفة على قلبكم، ونتلقى معكم في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.